بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ هذه الدورة في مناسك الحج والعمرة من كتاب عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله. الحج ركن من أركان الإسلام، وهو الركن الخامس من الأركان التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها وعليها. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن عظيم من أركان الإسلام، والإنسان الذي يريد أن يؤدي هذا الركن وتوفرت فيه شروطه لا بد أن يعرف أحكامه قبل أن يشرع فيه، فيعرف ما هو المطلوب منه حتى يتم حجه، وما هي المؤثرات التي تفسد الحج أو تؤثر على قبوله أو تنقص من أجره. وعلى هذا لابد للإنسان أن يتعرف على أحكام الحج والعمرة قبل أن يدخل فيها، لئلا يقع في أي خطأ من الأخطاء الذي يفوت عليه بعض الأجر أو كله، أو أنه يفسد عليه النسك. وعلى هذا ينبغي للإنسان أن يفهم هذه الأحكام. والحج هو قصد بيت الله الحرام في زمن مخصوص بعمل مخصوص، والعمرة هي زيارة بيت الله الحرام بأعمال مخصوصة. وقد ورد الحث على المبادرة على أداء هذا النسك لمن اجتمعت فيه شروطه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا فضل عظيم لمن أدى هذا النسك بشروطه وأركانه وواجباته. وقد قال الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله،
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. وعلى هذا فالمطلوب من الإنسان أن يحرص على أن يكون حجه مبروراً ليفوز بالفضائل والمكرمات التي وعد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بها. ومن أهم الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها الإنسان إذا أراد الحج هو أن يكون مخلصاً لله تعالى في أدائه لهذا النسك، فيكون قصده هو تحصيل الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، لا أن يكون قصده الحصول على لقب لفظ الحاج أو ثناء الناس ومدحهم، ولا يريد بذلك شيئاً من متاع الدنيا وملاذها. وقد قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً. والله تبارك وتعالى حذر من أن يقصد الإنسان بعمله الديني شيئاً من مقاصد الدنيا، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا كان الإنسان يؤدي النسك لأجل أن يقال عنه حاج أو يثنى عليه ونحو ذلك، فإن الله تعالى لا يقبل عمله، ولا يتنافى هذا مع ممارسة الحاج للتجارة في حجه، إذا كانت التجارة ومقصدها أمراً تابعاً للحج، فإن هذا قد ورد النص عليه في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وشهود المنافع هي التجارة ونحوها. والأمر الآخر الذي لا بد أن يتصف به الإنسان عند أدائه لهذه المناسك أن يكون متبعاً في أداء النسك لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث يحرص على أداء جميع الأعمال من إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي وحلق ونحر وسائر الأعمال، يحرص أن يكون مقتدياً بالرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد شيئاً من عنده فيكون مبتدعاً، ولا ينقص شيئاً منها فيكون مقصراً ومفوتاً على نفسه أداء هذه الأعمال، وبهذا يفقد الثواب أو بعضه. وقد نبهنا رسولنا عليه الصلاة والسلام إلى هذا عندما قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، كما نبه إلى أن الإنسان ليس له أن يزيد من عنده شيئاً بقوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. فيحرص الإنسان على مطابقة عمله لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحقق هذا الأمر عندما يتعلم الإنسان أركان الحج وشروطه وواجباته وسننه ومحظوراته، فيسارع إلى فعل المطلوب
ويمتنع عن المنهي عنه والمحظور. الأمر الثالث مما ينبغي أن يلاحظه الحاج أن تكون نفقته في هذا الحج نفقة طيبة، بأن تكون من مال حلال، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما رواه مسلم. فينبغي للإنسان أن يتخير من ماله أطيبه ليكون هو نفقته في الحج، لأن النفقة لها تأثير على العمل. فالإنسان إذا كان ماله حرام لا يستجاب لدعائه، وإذا كان مركبه حرام لا يستجاب لدعائه. فينبغي للإنسان أن يكون ماله الذي ينفقه على نفسه في هذا النسك كله من المال الحلال، لأن هذا أدعى وأرجى لقبول الدعاء. والأمر الرابع الذي ينبغي أن ينتبه له كل إنسان أن يتجنب الحاج المعاصي، سواء كانت من محظورات الإحرام أو من غيرها. وإذا كان في الحج عدد من الأمور المباحة تصير في الحج محرمة، كلبس الرجل للمخيط أو تغطيته لرأسه، أو لبس المرأة للقفازين، أو لبسها للنقاب، إذا كانت هذه في حال الإحرام محرمة وهي في غير الإحرام غير محرمة، فما حال الأشياء التي محرمة في غير الإحرام وطول العام، بل طول الحياة، كفعل الإنسان للمعاصي أو تركه للواجبات، كتساهله بأداء الصلاة مع الجماعة، أو نظره للحرام، أو تعاطيه للدخان، أو للغيبة، أو النميمة، أو إيذائه لغيره. فإيذاء الناس في كل وقت محرم، فما حال الإنسان إذا كان محرماً أن يقع منه الإيذاء لغيره، وربما وقع منه هذا في أقدس البقاع في الطواف أو في السعي أو عند تقبيل الحجر الأسود أو عند الرمي أو في الوقوف بعرفة ونحو ذلك. وهذه أشرف وأفضل اللحظات التي يكون الإنسان فيها متلبساً بالعبادة. فما حال الإنسان حينئذ وهو قد جاء طلباً للثواب والتخفيف من الذنوب وإسقاط ما علق به من أدران طيلة عمره السابق؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو ما يتعلق بالنساء من الجماع أو مقدماته، والفسوق يشمل جميع أنواع المعاصي من ترك واجب أو فعل لمحرم. والجدال المراد به تضييع الوقت في الكلام فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه ضرر. والمطلوب من الإنسان وقت حجه أن يحافظ على وقته ويستغله في جلائل الأعمال، ولا يضيع شيئا منه في الترهات والأباطيل. وقد حذر الله تبارك وتعالى من إيذاء المؤمنين في قوله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فبعض الناس يأتي إلى الحرم وهو يريد الأجر والخير ويريد أن يقبل الحجر الأسود، فيدفع هذا ويسقط هذا ويضرب هذا، وهو يظن أنه بهذا يريد تحصيل الأجر، بينما هو مجرم وملحد في الحرم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هو يريد التعبد بتقبيل الحجر وهذا سنة، لكنه فعل معها محرما، والمحرم لا يجوز في كل مكان، وفي هذا المكان يزداد تحريمه. إذاء الخلق محرم في كل مكان، ويزداد الإثم إذا كان في مثل هذه الأماكن الفاضلة. فيجب على الحاج أن يتعود ويربي نفسه على أن الذين حوله هم إخوانه، فيرفق بهم كما يرفق بنفسه، ويحسن إليهم كما يحسن لنفسه، ويحرص على أن يكون نافعاً للآخرين لا مصدر ضرر وإيذاء. ومن الأمور التي يندى لها الجبين أننا نلاحظ كثيراً من الحجاج يصرون على المعاصي في حال الإحرام، فيقصر في أداء الصلوات ويتكاسل عنها، أو يعتدي على لحيته فيحلقها، وربما فعل ذلك عندما يرمي الجمار بعد عند التحلل الأول، فيحلق شعر رأسه وشعر لحيته، وهذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز في أي وقت. ومنها سماع الغنى وآلات اللهو والموسيقى، والتي تساهل فيها بعض الناس في هذا الزمن وصارت عندهم أمراً مستساغاً، بينما نبينا صلى الله عليه وسلم نبهنا لهذا الأمر بقوله: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فاستحلال هذه من كبائر الذنوب، فلا يجوز للإنسان بحال أن يستحل هذه الأمور ويستسيغها، بل يجب عليه أن ينفر منها ويشغل وقته بذكر الله والتكبير والتلبية والاستغفار والصلاة والسلام على خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله: يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. يجب الحج والعمرة مرة واحدة. ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ولما بين النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أحكام الحج سأله أحد الصحابة قال: أكل عام؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعادها الصحابي ثانية فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أعادها الثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم
ترددهم على أنبيائهم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فيجب على الإنسان أن يبادر للحج ويبادر للعمرة إذا كان مسلماً، وأما الكافر فلا يصح منه الحج، ولو حج فإنه لا يعتبر، بل هو ممن يمنع من دخول حدود حرم مكة، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويشترط لوجوب الحج أن يكون الإنسان بالغاً، والبلوغ يحصل بأمور، منها تمام 15 سنة، ومنها الاحتلام، ومنها نبات الشعر الخشن حول القبل، ومنها الحيض بالنسبة للمرأة. فإذا حصل الإنسان على وصف من هذه الأوصاف صار بالغاً، وصار الحج واجباً عليه. ومن شروط الحج أن يكون الإنسان حراً، وفي زمن هذا الناس كلهم أحرار، لكن قد يقع في زمن من الأزمان كما وقع في الماضي الرق. فإذا كان الإنسان رقيقاً فإنه لا يجب عليه الحج، لكن لو كان الإنسان عنده صبي لم يبلغ وأراد الحج به فهل يصح الحج؟ نقول نعم، الحج صحيح، لكنه لا يجزئه عن الفريضة، ففريضة الحج تجب عليه إذا بلغ، وأداؤه للحج أو العمرة قبل البلوغ يصح منه ويعتبر نفلاً وليس فرضاً. وكذلك الرقيق إذا أدى النسك وقت رقه فإنه يعتبر حجه صحيحاً ونافلةً في حقه، وإذا أنه عتق فإنه يلزمه أن يحج حج الفريضة. إذا عرفنا هذه الأمور فإن الاستطاعة شرط من شروط الحج في الإيجاب، بمعنى أنه لا يجب الحج على غير المستطيع، لكن لو أنه حج وهو لا يستطيع صح منه وأجزأه عن حج الفريضة. والاستطاعة معناها أن يجد الإنسان ما يكفيه لأن يذهب للحج ويرجع إلى أهله من المال ما هو زائد عن حاجة من يعولهم من الزوجة والأولاد ونحوهم. ويقول الفقهاء أن يجد زاداً وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، فاضلاً عما يحتاج إليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. وهذا معناه أن الإنسان لا يلزمه الحج إلا إذا توفر عنده ما يكفي لأداء النسك كاملاً، بمعنى أنه توفر لديه أجور الطائرة والسيارة والسكن في مكة وفي المشاعر وما يحتاجه من طعام وشراب طيلة هذه المدة إلى أن يرجع إلى أهله. فإذا توفر هذا الأمر له مما هو زائد عن نفقة عياله من زوجة وأولاد وخدم، فإنه يلزمه أن يبادر للحج ولا يؤخره. وأما إذا كان لا يستطيع ولا يتوفر له هذا المبلغ
فإنه لا يجب عليه الحج، وهو المراد بقوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع أداء النسك فوجد نفقة الحج كاملة من مواصلات ومن طعام وشراب وسكنى، وإذا لم يتوفر له ذلك فلا حج عليه. وقول المؤلف مما يصلح لمثله، يعني إذا كان الإنسان يجد زاداً وراحلة تصلح لمثل حاله، بمعنى أنه يجد المركب الذي يرتاح له والسكن الذي يرتاح له ووسيلة التنقل التي تناسبه فهو المستطيع. وأما إذا كان سيعرض نفسه للضرر والتعب والمشقة التي لا يطيقها فلا يجب عليه. الإنسان الذي عليه دين للآخرين إذا كان حالاً يجب عليه أن يسدد الديون وهو مقدم على الحج، وأما إذا كانت الديون غير حالة وهو يستطيع السداد، بمعنى أن الحج لا يؤثر على سداده للدين، فعنده ما يكفي لسداد الدين عند حلول الأجل، فإنه يحج ولا حرج عليه. وأما إذا كان حجه يؤثر على الدين فالدين مقدم، لأن حقوق الآدميين مقدمة على حقوق الله جل وعلا في هذا الأمر، لأن حقوق الله تعالى مبنية على التسامح، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة. وإذا أن الإنسان استأذن الدائن أن يحج وأن ينظره ويأذن له بأن يؤخر السداد فأذن له فلا حرج حينئذ. هناك شرط يخص المرأة في الحج وهو وجود المحرم، والمحرم هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كالأب والابن والأخ والعم وابن الأخ وابن الأخت والخال والعم، أو من تحرم عليه بسبب مباح كالأخ من الرضاع أو بسبب المصاهرة كأب الزوج أو ابن الزوج وزوج البنت، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فالمرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة قصر إلا ومعها ذو محرم. والمراد بالمحرم هو أن يكون معها أثناء السفر. والملاحظ أن بعض الناس يرسل محرمه في طائرة ويأتي هو في طائرة أخرى، فهل هذا رافقها؟ الجواب لا، هذه جاءت بدون محرم. وهذا يقع مع الأسف كثيرا من الحجاج، تأتي زوجته أو أمه أو بنته أو أخته في طائرة ويأتي هو بعدها في طائرة أخرى، وهذا لا يحقق المعنى المقصود من المحرمية، لأن المحرمية هو أن يكون المحرم مع محارمه أثناء السفر وليس في المشاعر فقط، وإنما يكون في السفر في الطائرة وفي السيارة ونحو ذلك.
فلا بد من مراعاة هذا والانتباه له، لأني لاحظت أن كثيرا من إخواننا يتساهلون فيه. من شروط الحج أيضا أن يكون الإنسان عاقلا، فلو كان الإنسان مجنونا لا يصح منه الحج، ومن فرط مع استطاعته في أداء الحج حتى مات فإنه يجب أن يخرج من ماله قبل قسمته ما يكفي للحج عنه والعمرة. إذا كان الإنسان مستطيعا للحج ولم يحج حج الفريضة ولم يعتمر عمرة الفريضة، فإنه إذا مات قبل قسمة ماله يخرج من ماله الديون المستحقة عليه، ومنها أداؤه للحج، فينظر إلى مقدار ما يكلف نفقة الحاج للحج عنه، فتحسم من التركة وترصد لتدفع لشخص يقوم بالحج عنه. وهذه المسائل يغفل عنها كثير من إخواننا فيهمل نفسه، فإذا أنه جاءه الأجل تحسر على ذلك. لكن يجب على الورثة أن يخرجوا من ماله ما يكفي للحج عنه، ويعلموا أن ذلك ليس من حقهم أن يأكلوه، فهذا من الديون عليه. قال: ويصح الحج من المرأة بغير محرمها لكنها آثمة، وحجها غير مبرور لأنها قد عصت ربها جل وعلا بهذا السفر المحرم. فلو أن امرأة حجت بدون محرم وأدت الحج أسقطت عنها الفريضة لكنها آثمة وعملها غير مبرور، وإنما هي مأزورة وآثمة بأدائها لهذا الحج. وهناك مسألة ذكرها المؤلف رحمه الله، قال: من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه أو عن نذره وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. هذه المسألة يقول إن الإنسان الذي يريد أن ينوب عن غيره في الحج يشترط فيه أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الميقات فسمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: قريب لي مات ولم يحج. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فلا ينعقد الحج للغير إلا إذا كنت قد سبق لك أن أديت النسك عن نفسك. كذلك لو كان عليك نذر سبق أن أديت الفريضة الحج عن نفسك لكنك نذرت أن تحج ثم لم تؤدي الحج وأردت أن تؤدي الحج النذر وأردت أن تحج عن غيرك، لا يصح. لابد أن تخلص نفسك من الواجب فتؤدي نذر الحج حينئذ، ثم بعد ذلك تحج عن غيرك. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله المواقيت، قال: وميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة، واليمن يلملم، ولنجد قرن المنازل، وللمشرق ذات عرق. الله تبارك وتعالى
أحاط بيته بأسوار. من أجل تعظيم هذا البيت، لأن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس، ومن تحته دحية الأرض، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة فيما سواه. ومن هم فيه بسيئة كتبت عليه ولو لم يعملها. وهذه الأمور لا توجد في غيره. فالله تبارك وتعالى أحاط بيته بأسوار. السور الأول هي المواقيت. من أراد الذهاب إلى مكة ووصل إلى هذه المواقيت وهو يريد النسك، عليه أن يتغير شكله الظاهر والخارج، فإذا وصل إلى ذي الحليفة وهو قادم من المدينة أو مما يليها لا بد أن يحرم، أو وصل إلى الجحفة وهو قد جاء من المغرب شمال أفريقيا ومصر والشام وفلسطين، فيلزم أن يحرم إذا لم يكن ذهب إلى المدينة أولا، أو جاء من اليمن أو ما يكون من محاذاتها من الجنوب، فإذا وصل إلى يلملم لا بد أن يحرم، وإذا جاء من المشرق من نجد والخليج والهند والباكستان ونحوها، فإذا وصل إلى قرن المنازل يلزم أن يحرم، وإذا وصل إلى ذات عرق القادم من العراق أو ما يليها كأفغانستان أو نحوها فإنه يحرم من ذات عرق. النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير آلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إذا وصلت إلى هذا المكان اخلع ملابسك، اغسل بدنك، تنظف كامل جسمك، أزل الأشياء غير المشروعة، غير الأشياء غير المرغوب فيها كجز الشارب، تقليم الأظافر، حلق العانة، نتف الإبط، ثم تطيب والبس ملابس أخرى غير الملابس التي اعتدتها. الرجل يلبس إزار ورداء غير مخيطة يلفها على جسمه لفا ولا يغطي رأسه، والمرأة تلبس ما شاءت من الملابس لكن لا تلبس شراب لليدين ولا تلبس البرقع غطاء الوجه الذي للعينين منه فتحات. وإذا كانت بحضرة الرجال الأجانب تغطي وجهها عنهم، وإذا ابتعدت عنهم أو خلت عنهم تكشف وجهها، لكن لا تكشف وجهها في الحرم عند الرجال أو في السيارة وفيها رجال ونحو ذلك. أقول هذه المواقيت التي شرعها الله تحيط بمكة على مسافات بعيدة، ذو الحليفة 420 كيلو، والجحفة 180 كيلو، يلملم 120 كيلو، ذات عرق 80 كيلو أو 100 كيلو، قرن المنازل 80 كيلو، هذه تشكل سورا يحيط بمكة. لا يصلح أن الإنسان الذي يذهب إلى مكة يتجاوز هذه الميقات إلا بعد أن يتنظف ويتطيب ويتزين ويلبس حالاً غير حاله التي اعتادها، ويشرع بعد هذا بعبادة معينة، فيتغير كلامه
بحيث ينشغل بالتلبية ويكون كلامه هو لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الناحية الثانية أنه حرم عليه عدد من الأمور التي كانت مباحة، فالرجل لا يغطي رأسه ولا يلبس مخيط، والمرأة لا تلبس القفازين ولا تغطي تلبس النقاب على وجهها. وبعد هذا الإحرام لا يجوز له مس الطيب، ولا أن يقلم أظفاره، ولا يأخذ من شعره شيء، في حين أنه كان قبل الإحرام يستحب له أن يعمل هذه الأشياء، بعد الإحرام صارت حرام. ولا يجوز له أن يصطاد شيئا من الصيد كالغزلان والأرانب والحمام والعصافير والجراد وما شابه ذلك، ولا يجوز له أن يخطب امرأة، ولا أن يعقد عقد نكاح، ولا يجوز له أن يستمتع بزوجته بحال من الأحوال، لا يستمتع بنظر ولا مداعبة ولا جماع، فكل هذا من الرفث. فهذه المسائل ونحوها تسمى محظورات الإحرام، حرمت بسبب الإحرام في هذا المكان، وحينئذ أنت متلبس بعبادة عظيمة عليك أن ترعاها وأن تحافظ عليها ولا تخل بها. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. وقوله هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني لو أن إنسانا مصريا ذهب للمدينة فإنه إذا أراد الحج يحرم من ميقات أهل المدينة، ولو أن إنسانا يمنيا ذهب إلى الطائف وأراد الحج فهو يحرم من ميقات أهل الطائف قرن المنازل أو ميقات أهل نجد، وهكذا يقال في سائر المواقيت. وإذا مر الإنسان بهذه المواقيت وهو غير مريد للنسك من حج أو عمرة، وإنما أراد أن يأتي لمكة لغرض من الأغراض، فلا حرج عليه أن يدخلها من دون إحرام، لكن فاتته الفضيلة وفاته الأجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني المناطق والبلاد التي دون المواقيت فإن أهلها يحرمون من بيوتهم كأهل جدة، فميقات أهل جدة من بيوتهم، أو ميقات أهل عسفان من عسفان، أو ميقات أهل بحرة من بحرة ونحو ذلك. وأما أهل مكة فيحرمون بالحج من مكة، وأما العمرة فإنه يلزمه إذا أراد أن يحرم بعمرة أن يخرج إلى الحل من أي ناحية من نواحي مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة أن تأتي بعمرة بعد الحج وألحت عليها لم يأذن لها، ولما
قالت ينصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرف بحجة، أذن لها وأمرها أن تخرج إلى التنعيم، لأن التنعيم هو أقرب مكان من الحل للحرم، ولم تحرم من مكانها داخل الحرم. فلو أن إنساناً أحرم بالعمرة من داخل حدود حرم مكة فإنه عليه دم، لأنه ترك الإحرام من الميقات. إذا عرفنا هذه المسائل فإن السور الثاني لهذا الحرم هو أو لهذا البيت هو حدود الحرم، ومكة لها حدود حددها الله تعالى وبينها إبراهيم عليه السلام ووضع علامات على الجبال والوديان، وقد أبرزت في هذا الزمن ووضع لوحات على سائر المداخل إلى مكة تبين ما كان داخل الحرم وما كان خارجها، لأن الإنسان إذا وصل إلى مكة تغيرت الأمور عليه وصار فيه أحكام لا بد من مراعاتها، سواء أكان محرماً أو كان غير محرم. فإذا دخل الإنسان إلى مكة، حرم مكة، فإنه لا يجوز له أن ينفر الصيد، ولا يجوز له أن يقطع العشب، ولا يكسر الأشجار التي نبتت من دون استنبات الإنسان لها، ولا يجوز له أن يأخذ المال الضايع، أن يلتقط اللقطة، لا يجوز له إلا إذا كان يريد أن يوصلها إلى صاحبها. ولهذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فلا يستحلن أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها الأمس، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. هذه أحكام عامة لجميع الناس، المحرم وغير المحرم. فلا يجوز لك أن تصطاد حمامة ولو لم تكن محرما في الحرم، ولا يجوز لك أن تقطع عشب من النابت من دون سقي الإنسان له، بخلاف الحدائق والمزارع التي زرعها الإنسان في بيته أو مزرعته، هذه لا حرج، لكن النابت على الأمطار وفي الجبال لا يجوز للإنسان أن يكسر شجرة أو يقطع عشبا بحال من الأحوال. وإذا فعل ذلك يعتبر أجرم وألحد في الحرم. وإذا أنك نفرت الحمام الذي يمشي في الشارع أو عند شباكك أو نحو ذلك فهذا أيضا من الأمور المحرمة. ولو أن إنسان اصطاد حمامة فعليه فدية ذبح شاة. الأمر الثالث وهو السور الثالث هو هذا البيت، هذا المسجد، هذا المكان الذي تصلون فيه المعروف بالمسجد الحرام، هذا هو السور الثالث.
إذا دخله الإنسان دخل في أقدس مكان في الدنيا. فينبغي للإنسان أن يشغل هذا المكان فيما شرع له أن يعمل فيه من الطواف والصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله والاستغفار، واستغلال هذه الفرصة في مثل هذه الأمور التي قد لا تتكرر له الفرصة فيها مرة أخرى. فهذه الأسوار الثلاثة كلها لأجل تعظيم هذا البيت. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمؤسف والمخجل أن نرى كثيرا من الناس إذا وصل إلى هذا المكان ينشغل بالتصوير، يريد أن يصور نفسه وهو يطوف، يريد أن يصور نفسه وهو يسعى أو وهو يدعو. أنت أتيت إلى هذا المكان لأجل أن تصور، أم أنك أتيت إلى هذا المكان لأجل أن تزيح عنك ما علق بها من الآثام والشرور في سالف أمرك؟ ثم أنت تصور لمن؟ تريد أن تقول للناس أنك حججت؟ هل الحج لأجل الناس؟ أم أنك حججت لأجل الله؟ وهل يخفى على الله شيء من أمرك؟ ينبغي للناس أن يتأدبوا بهذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى المطاف يقول: هنا تسكب العبرات، يعني هنا مكان الإلحاح والتضرع واللجوء إلى الله وإظهار الحاجة إلى الله تعالى، لا أن يكون الإنسان يتصنع الدعاء ويغفل عن الدعاء ويهتم بالصورة لأجل أن يرسلها لمعارفه ويثبت لهم أنه قد حج. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول المؤلف رحمه الله: ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه. يعني لو أن الإنسان جاء بالطائرة فإنه إذا مر من أقرب المواقيت فيحرم وهو في الطائرة، أو إذا جاء الإنسان مع طريق ليس فيه ميقات فإذا حاذى الميقات القريب له فإنه يحرم منه. فإذا جاء مثلا مع البحر من الشمال، جاء من البحر المتوسط ثم جاء من أوروبا مثلا ثم جاء على البحر المتوسط ثم نزل البحر الأحمر، فإنه إذا حاذى الجحفة يحرم منها. أو إذا كان جاء من الجنوب مثلا من الحبشة أو من الصومال أو غيرها، جاء مع البحر فإنه إذا حاذى يلملم فإنه يحرم منها. فالإنسان إذا حاذى المواقيت يحرم منها سواء كان جواً أو براً أو بحراً. لا يجوز للإنسان الذي يريد الحج أو العمرة أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى جدة، لأن جدة داخل المواقيت، وإنما يحرم إذا حاذى أقربها إليه. ولا يجوز للإنسان إذا أراد دخول مكة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام إلا إذا كان لحاجة تتكرر ونحو ذلك. وهذا قول مشهور في المذهب، والقول الآخر
هو أن الإنسان إذا أراد دخول مكة لغير الحج أو العمرة فإنه لا حرج عليه أن لا يحرم، إنما الوجوب هو في من أراد الحج أو العمرة. إذا أن الإنسان تجاوز الميقات وهو مريد للنسك وهو غير محرم فإنه يلزمه الرجوع إلى الميقات، فإن رجع وأحرم من الميقات فلا حرج عليه ولا دم عليه، وإن أحرم من دون ذلك فإنه يأثم وعليه ذبح شاة بمكة. هل يحرم الإنسان من دون قبل أن يصل للميقات؟ مثلا إنسان يريد أن يحرم من ميقات بلده قبل أن تقلع الطائرة، الأصل هو أنه يكره ذلك، وسبب الكراهية هي ما قد يحصل للإنسان في الفترة من إحرامه إلى وصوله للميقات من المعوقات، لكن الآن صارت وسائل السفر سريعة وسهلة، وإذا أراد الإنسان أن يحتاط خشية أن ينام في الطائرة عند محاذاة الميقات فأحرم قبل وصوله للميقات فلا كراهة حينئذ ولا حرج، لكن العلماء كرهوا ذلك حينما كان الإنسان، وهي المسألة التي كانت مطروحة للفتوى في وقتهم، إنسان يريد أن يأتي من خراسان فأحرم بخراسان وهو سيأتي على الإبل، وهذا سيبقى محرما شهور حتى يصل إلى الميقات، فهذا مكروه لأن الإنسان يطول شعره شاربه وإبطه وتطول أظافره ويتعفن جسمه، فيحتاج إلى أن يزيل هذه الأشياء قبل أن يصل إلى الحج، لكن الآن كلها ساعة أو ساعتين أو عشر أو قريبة منها أو قل 15 ساعة كأقصى البلاد مثلا أندونيسيا أو ماليزيا أو نحوها، فكل المسافة قربت 15 ساعة وهذا أقل من يوم، فالأفضل أن الإنسان لا يحرم إلا عند محاذاة الميقات، وإن أحرم احتياطا قبل محاذاة الميقات فلا حرج عليه حينئذ. أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات بمعنى أن الإنسان يشرع له أن يحرم بالحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، فمن يوم عيد الفطر يشرع للإنسان أن يحرم بالحج، وقبل ذلك في رمضان لا يشرع. وعلى هذا فلو أن إنساناً أحرم بالعمرة ليلة عيد الفطر وعد العمرة وجلس في مكة ثم حج فهو متمتع، يعتبر متمتعا. ولو أن إنسانا أدى مناسك العمرة في آخر يوم من رمضان وجلس في مكة وحج ولم يأتي في هذا الأثناء بعمرة فإنه يحج مفردا، وهذا معنى أشهر الحج، أي أنك تأتي بالنسك فيها، نسك الحج
بأحد الأنساك الثلاثة من تمتع وقران وإفراد. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله باباً للإحرام، قال: من أراد الإحرام استحب له أن يغتسل. استحب له أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتسل عند إحرامه، فالرسول عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى ذي الحليفة اغتسل في الميقات، فخلع ملابسه كلها واغتسل، ويستحب له أن يتنظف بأن يأخذ ما ينبغي أخذه كقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. والمقصود من هذا لئلا يحتاج إلى شيء من ذلك أثناء الإحرام فيكون الإحرام عائقا له. ويستحب له أيضا أن يتطيب بأن يطيب لحيته ورأسه، لما روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قالت: وكأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالطيب مستحب قبل الإحرام، ويتجرد من المخيط، والمراد بالمخيط بالنسبة للرجال هو ما فصل على قدر أعضاء جسم الإنسان، فلا يلبس الإنسان حال الإحرام شيئا مخيوطا، بمعنى أنه مفصل على قدر البدن، مثل الفنيلة والقميص والمشلح والعباءة والسراويل وما شابهها. فما كان مخيوطا على قدر البدن فإنه من محظورات الإحرام. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل ما يجتنب المحرم من الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم بإزار ورداء ونعلين، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. هذا بالنسبة للرجال. فيلبس الرجل إزارا ورداء ولا تكون مخيوطة. بعض الناس يجعل الإزار مثل ما يسمونه بالتنورة مما تلبسه النساء، هذا يعتبر مخيطا ولا يجوز، إنما لابد أن يكون مفتوح ويلفه الإنسان ويربطه على نفسه من دون خياطة. وكذلك الرداء وهو الذي يضعه الإنسان على كتفيه فيغطي ظهره وصدره، فهذا يكون غير مخيط. ويكره للإنسان أن يستعمل المشابك والأزارير التي تربط بها هذه الأشياء، وإن كانت لا تحرم لكنها تكره لأن فيها شيء من الشبه بالخياطة. والسنة أن يكون ثياب الرجل أبيض، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. ويستحب أن تكون نظيفة، لأن النظافة مطلوبة من المؤمن في كل أحواله، ومنها هذا الأمر. يستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة من فرض أو نافلة.
فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العصر ثم أحرم، وليس للإحرام صلاة تخصه، وإنما الأفضل إذا كان الوقت وقت صلاة أن يصلي ثم يحرم، وإذا لم يكن وقت صلاة فيحرم من دون صلاة. وهذه المسألة يسأل عنها كثير من إخواننا المسافرين في الطائرات، وهم الكثير من الحجاج، فإذا أراد أن يحرم في الطائرة يقول لم أجد مكانا أصلي. نقول إذا كان الوقت وقت صلاة فرض فصلي على قدر استطاعتك، استقبل القبلة، وإذا كان في الطائرة مكان مهيئ للصلاة تصلي فيه، وإذا لم يكن فإنك تستقبل القبلة وتكبر وتومئ بالركوع والسجود وحيثما توجهت بك الطائرة. وإذا كان الوقت وقت صلاة الضحى أو وقت صلاة وتر فتصليها وأنت في الطائرة وتحرم بعدها، وإذا لم تصلي فلا شيء عليك، لأنه ليس بلازم وليس للإحرام صلاة تخصه. يقول ينوي الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك. بعض الناس يقول الإحرام هو أن تلبس الإزار والرداء، وهذا ليس بصحيح. قد يلبس الإنسان الإحرام ولم يحرم، فهو تهيأ للإحرام واستعد للإحرام. الإحرام هو أن تدخل في النسك، أن تدخل في العمرة أو تدخل في الحج، وهي عزم القلب على فعل الشيء، فالنية محلها القلب. فإذا عزمت على أن تدخل في الحج أو عزمت على أن تدخل في العمرة ونويت الدخول، حينئذ يقال لك أحرمت ولو لم يكن عليك ملابس الإحرام. على سبيل المثال، إنسان في الطائرة ونسي الملابس مع العفش في الشنطة وحاذوا الميقات وهو عليه الملابس المخيطة، هل يحرم؟ نقول نعم يحرم، يحرم وعليه الملابس، فينوي الدخول في النسك، ينوي الدخول في العمرة أو ينوي الدخول في الحج وعليه ملابسه. وإذا نزل واستلم عفشه يخلع الملابس المخيطة ويلبس الإحرام، وعليه فدية لبس المخيط بصيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، يخير بينها. وليس له أن يؤخر الإحرام حتى يصل إلى المطار. كذلك الإنسان الذي لبس ملابس الإحرام في المطار في بلده وقال أريد أن أنوي عند محاذاة الميقات، هذه الأثناء قبل وصول الميقات هو غير محرم. إذا وصل إلى الميقات ونوى الدخول في النسك في الحج أو العمرة صار محرما، وقبل ذلك هو ليس محرم، وإنما هو لابس لملابس الإحرام. الإنسان إذا نوى الدخول في النسك فإنه يلبي، يأتي بالتلبية بأن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هذه التلبية هي التوحيد، ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، وهو توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة،
لأن معنى لبيك اللهم لبيك أنا مقيم على طاعتك ومستجيب لها لا أنفك عنها أبدا. والإنسان يشرع له من حين الإحرام أن يشغل نفسه بهذا الدعاء. وإذا كان الإنسان عند الإحرام يخشى أن يعترضه عائق من المعوقات، كما لو أن المرأة تخشى أن تأتيها الدورة أو النفاس، أو يخشى الرجل أنه يصاب بمرض رأى بوادره مما يعيقه عن أداء النسك، فاشترط عند الإحرام عندما ينوي قال: إن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فإن هذا الاشتراط ينفعه. إذا عرض له عارض يمنعه من أداء النسك يكون له أن يتحلل من هذا النسك ولا شيء عليه، بينما إذا لم يشترط يلزمه المضي في نسكه وإتمامه على كل حال. الإنسان في حال إحرامه مخير بين الأنساك الثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج. فالذي أهل بالعمرة يعني أحرم بالعمرة هو المتمتع، فهو أحرم من الميقات بالعمرة فقط، ثم جاء إلى مكة وطاف وسعى وحلق شعره وتحلل أدى العمرة كاملة، وينتظر الحج في اليوم الثامن يحرم به، فهذا اسمه متمتع، بمعنى أنه تمتع بنسكين في سفرة واحدة، استمتع بأداء عمرة وحج في سفرة واحدة ولم يرجع إلى بلده بينهما. وأما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة معا، فيكون في الميقات ينوي الدخول بنسكين معا في نسك واحد، فينوي بقوله لبيك عمرة وحجة أو لبيك حجا وعمرة، فهذا يعتبر قارنا. وإذا أن الإنسان أحرم بالحج وحده فهذا هو المفرد، والقارن والمفرد إذا وصل إلى مكة يشرع لهما طواف تطوع، طواف القدوم، ويبقى بإحرامه إلى يوم العيد، إن سعى بعد طواف القدوم صح منه وأجزأه عن الحج والعمرة، وإن أخر السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة في يوم العيد صح منه. والقارن والمتمتع عليهما هدي التمتع والقران، والمفرد ليس عليه هدي. وأفضل الأنساك هو التمتع ثم القران ثم الإفراد. وبعض أهل العلم قال أفضلها التمتع ثم الإفراد ثم القران. والخلاف بين أهل العلم في هذه يسير، لأن الذين قالوا إن الأفضل الإفراد قالوا كون الإنسان يأتي بعمرة ثم يرجع إلى أهله ثم يأتي ويحرم بحج مفرد مجموعهما أفضل من التمتع، نقول هذا صحيح، لكن كون الإنسان يكتفي بالإفراد بالحج والآخر يأتي بالتمتع، التمتع أفضل لأنه أتى بنسكين،
والقران هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق الهدي، ولما وصل إلى مكة أمر الصحابة من لم يسق الهدي منهم أن يتحلل بعمره ويصير متمتعا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه لو لم يسق الهدي لتحلل وصار متمتعا مثلكم، يطوف ويسعى ويقصر شعره أو يحلق ثم يتحلل ثم يحرم في يوم التروية. قال لو أن إنسانا أحرم بالحج، يقول والقران أن يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج، هذا لا يلزم منه التعبير بمثل هذا الأمر، هو أن يحرم بالعمرة والحج معا، هذا هو القران. أو أن يكون الإنسان محرما بالحج، أن يكون الإنسان محرما بالعمرة فقط ثم يعجز عن أدائها كما حصل لعائشة رضي الله عنها عندما أحرمت متمتعة وقبل وصولها إلى مكة جاءتها الدورة وهي لا تطهر إلا بعد عرفة، فلو انتظرت حتى تطهر لتؤدي عمرتها فاتها الحج، فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم تبكي، قال ما يبكيك لعلك نفستي، قالت نعم، قال أدخل الحج على العمرة واعملي ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، بدلا من أن تكون محرمة بالعمرة صارت محرمة بالعمرة والحج وتحولت إلى قارنة. كذلك الإنسان لو أن إنسان رجل مثلا جاء للحج محرما بالعمرة متمتعا ومرض وأدخل المستشفى ولم يستطع أن يؤدي العمرة حتى جاء يوم عرفة، فيقال له أدخل الحج على العمرة وتحول إلى قارن ويذهب به بسيارات الإسعاف إلى عرفة ومزدلفة ثم يعاد للمستشفى ويتحول إلى قارن بدلاً من أن يفوته الحج بسبب بقائه بإحرامه بالعمرة. قال لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، لأن إدخال العمرة على الحج لا يلزم منه زيادة عمل. يعني إنسان محرم بالإفراد ثم بعد ذلك قال لا أنا أريد أن أتحول إلى قران، يقال له لا هذا لا يمكن لا يصح منك، عكس المسألة الأولى، فإدخال العمرة على الحج لا حاجة إليه ويبقى بالحج لأن أعمال المفرد هي أعمال القارن لا تختلف عنها بشيء إلا في الفدية أي هدي القران، فيبقى الإنسان على حاله بالإفراد. يقول المؤلف يستحب للإنسان أن يكثر من التلبية لما ثبت عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لكم، الإنسان ينبغي له أن يشغل وقته بالتلبية، لأن كل ما يحيط بك وما حولك من يمين وشمال
كله يشهد لك، فيلبي ما كان عن يمينك من الأشجار والأحجار والتراب، وما عن شمالك كذلك، وهذا يشهد لك. ويستحب للرجال رفع الصوت، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن جبريل عليه السلام أتاني فأمرني أن أعلن التلبية، يعني يرفع صوته بها، وهذا في حق غير النساء، فالمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت إذا كان حولها رجال. ويتأكد رفع الصوت بالتلبية للرجال في بعض الأماكن إذا وصل إلى مكان مرتفع، أو هبط الوادي، أو سمع من يلبي، أو التقى الركبان، أو أنه أخطأ وغلط في فعل محظور من محظورات، وكذلك في عقب الصلوات وبالأسحار وأول الليل والنهار، فهذه مواطن يكثر فيها من ذكر الله ومنه التلبية. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله محظورات الإحرام، يعني الأشياء التي يحرم على المحرم أن يرتكبها، قال: وهي تسعة. الأول: حلق الشعر. فيحرم حلق الشعر أو إزالته بأي طريقة من قص أو نتف، سواء كان هذا الشعر في الرأس أو في الشارب أو في اللحية أو في الذراع أو في الساق أو في الصدر أو في أي موضع من البدن، فلا يجوز للإنسان أن يأخذ من شعره شيئاً إذا أحرم، رجلاً أو امرأة. لكن الإنسان إذا اضطر لهذا، كما لو جرح في رأسه واحتاج أن يضع دواءً على موضع الجرح وفيه شعر، فماذا يعمل؟ هذه حال ضرورة، له أن يزيل الشعر المحتاج للعلاج ويداويه، وعليه فدية بذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، ويسقط عنه الإثم للضرورة. وأما من يريد إزالة الشعر من غير ضرورة فإنه يأثم وتلزمه الفدية. من أمثلة حال الضرورة ما ورد في البخاري ومسلم عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالحديبية وهو محرم، فقال له: آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: احلق رأسك ثم اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين. وهو المراد بقوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسقط عنه الإثم ووجبت عليه الفدية. وأما إذا كان ليس مضطراً فإنه يأثم. والأمر الثاني من المحظورات تقليم الأظافر، لقول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم. وقضاء التفث تقليم أظافر اليدين أو الرجلين، كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف،
فتقليم الأظافر وقت الإحرام ممنوع ومحرم، فيلزم الإنسان لو احتاج لتقليم الأظافر لحاجة أن يلزمه الفدية، وإذا لم يكن محتاجا فإنه يأثم وتلزمه الفدية. قال: إن خرج في عينه شعر فقلعه فلا شيء عليه لأنه معذور في ذلك. يعني الإنسان لو أنه وقع في عينه شعر من جفنه فإن هذا في العادة يعتبر مرض يزيله، وفي العادة أن هذا شيء مؤذي، وهو قليل قد تكون شعرة فيقلعها. لكن قال العلماء إذا كانت واحدة فعليه صاع من البر. قال: أو نزل شعرة فغطى على شعره فغطى على عينيه فقصه، فحينئذ يعذر في ذلك وعليه الفدية. قال: لو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. يعني لو أن ظفره صار منكسرا فأزال هذا الكسر فلا شيء عليه، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا انكسر ظفر المحرم فليقصه. والأمر الثالث من محظورات الإحرام هو لبس الرجل للمخيط. والمخيط كما قلنا قبل قليل هو كل ما فصل على قدر عضو من أعضاء الإنسان، بحيث أن الإنسان عند لبسه له يدخل العضو فيه لأنه مفصل على قدره، سواء كان تفصيله بخياطة أو بشد ونحوه. ويدخل في هذا الثياب والفنيلة والبنطلون والسراويل والبالط والمشلح والعباءة والكوت وما شابهها، وكذلك الجوارب، وكذلك الرباط الطبي الذي يلبس على الظهر أو يلبس على الركبة. وأما إذا كان يربط على البطن أو على الظهر أو يربط على الرجل فلا يعتبر مخيطا، فالذي يخيط هو الذي يلبس لبسا، وأما الذي يشد ويربط فلا يعتبر مخيطا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما مر في الحديث السابق لما سئل ما يلبس المحرم من الثياب قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد، إلا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. ربما يسأل بعضكم بالنسبة للأطفال، حفائظ الأطفال الصحية هل تعتبر مخيطا؟ نقول: لا، لأنها تربط وليست تلبس. وكذلك لو كان إنسان يحتاج إلى مثل ذلك الحفاظة التي تربط على المخارج على السبيلين، تربط ربطا وليست تلبس لبسا، فإنها لا حرج فيها. قال: إلا أن لا يجد الإزارا فيلبس سراويل، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وهذا عند العجز وعدم توفر هذه الأشياء. الرابع من محظورات الإحرام تغطية الرأس بالنسبة للرجال بشيء ملاصق مثل العمامة والطاقية والكوفية والغترة وأي شيء يوضع على الرأس ملاصقا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الذي توفي بعرفات وهو محرم: لا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام
نبه أصحابه إلى أن هذا الذي توفي وهو محرم في عرفات أن لا يغطى رأسه وإنما يبقى مكشوفا. قال والأذنان منه يعني من الرأس، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، فيحرم تغطيتهما حال الإحرام. والخامس من محظورات الإحرام هو الطيب، لا يجوز للإنسان المحرم أن يمس طيبا لا في بدنه ولا في ثيابه ولا في طعامه، فلا يجوز للإنسان أن يتطيب حال إحرامه، ولا يجوز له أن يشرب ماء فيه ورد أو زعفران، يشرب قهوة فيها زعفران لا يجوز، أو يشرب شاي فيه ورد لا يجوز، يعتبر هذا من محظورات الإحرام. وإذا أن إنسان طيبك بالغلط عليك أن تزيله في الحال ولا تتركه، وهذه المسألة تقع كثيرا، بعض الإخوان يريد أن يحسن فيقوم ويطوب إخوانه في السيارة يظن أنهم لم يبدأوا الإحرام بينما هم قد أحرموا. الصابون المعطر والشامبو المعطر حكمها كذلك، لا يجوز للإنسان أن يستعملها إذا كان محرماً، صابون المعطر والشامبو المعطر والمناديل المعطر كل هذه من محظورات الإحرام، وإنما يستعمل من المنظفات ما لا عطر فيه. والسادس من محظورات الإحرام قتل صيد البر، وهو ما كان وحشياً مباحاً لعموم قول الله تبارك وتعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فلا يجوز للإنسان أن يصيد وهو محرم سواء كان طيراً أو حيواناً برياً مثل حمار الوحش والأرنب الغزال والجراد والحمام عصافير ونحوها. وأما صيد البحر فلا يحرم على المحرم صيده ولا يحرم عليه أكله. وكذلك الحيوان الأهلي مثل الإبل والبقر والغنم والدجاج لا يحرم شيء من هذا لأنه ليس صيدا. وكذلك قتله لغير مأكول اللحم مثل السباع والكلاب والحشرات والذباب والبعوض، هذه لا شيء فيها إذا قتلها حال إحرامه لأنها ليست من الصيد، والصيد هو مأكول اللحم. وأما السابع من محظورات الإحرام فهو عقد النكاح، عقد النكاح لا يصح وقت الإحرام ويعتبر محرما من محظورات الإحرام، سواء أكان المحرم هو الزوج أو كانت المرأة أو كان الولي، فإذا أن امرأة ذهبت للحج وقام أبوها وزوجها على شخص لم يحج، فالمرأة في عرفات محرمة وهم في بلدهم، فقام وأبرم عقد النكاح، فهذا العقد غير صحيح لأن المعقود عليه محرم وهي المرأة، هذه واحدة. الصورة الثانية أن يأتي إنسان محرم بالإفراد أو القران أو محرم بالعمرة ويلتقي مع شخص عنده بنت يرغب فيها فاتفق على
زواجه، فقام وأبرم معه العقد وذلك لم يكمل مناسكه، فالعقد غير صحيح لأن الزوج محرم. الصورة الثالثة أن يكون الولي محرما والزوج والزوجة لم يحرما، فأبرم عقد النكاح الولي مع الزوج والولي محرم، فالعقد لا يصح لوجود الإحرام من الولي. فمن محظورات الإحرام عقد النكاح للزوج أو الزوجة أو الولي. كذلك لو أن إنساناً وكل شخصاً أن يقبل العقد عنه، يعني الزوج التقى بشخص سيذهب إلى مكة وقال أنا خطبت بنت فلان في مكة وأنت ذاهب إلى مكة، وكلتك أن تقبل عقد نكاحي عليها، فذهب هذا الوكيل وهو محرم إلى والدي هذه الفتاة وقدم له الوكالة فأبرموا العقد والوكيل محرم، فعقد النكاح غير صحيح لأن الوكيل في إبرام عقد النكاح عن الزوج محرما. المحظور الثامن هو المباشرة للمرأة لشهوة فيما دون الفرج، المراد بذلك المداعبة، يداعب الزوج زوجته وهو محرم، فهذا من محظورات الإحرام يحرم عليه وعليها، وهذا قد يقع من بعض الناس ويكثر السؤال عنه، فلا يجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته أثناء إحرامه أو إحرامها، فإن هذا من الرفث المحرم في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذا حصل أثناء المداعبة إنزال فعليه بدنة، وقال بعض أهل العلم إنه يجب فيه شاة. التاسع من محظورات الإحرام هو الوطء في الفرج بمعنى الجماع، لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والجماع هو أشد أنواع الرفث، فإن كان الجماع قبل التحلل الأول فسد الحج، والتحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة: الرمي والحلق وطواف الإفاضة. إذا فعل الإنسان اثنين من هذا يسمى تحلل التحلل الأول، وأما قبل فعل هذه فإنه يفسد الحج وعليه بدنة وعليه إكمال هذا الحج وعليه قضاؤه في السنة القادمة. وهذه هي أشد أنواع المحظورات، فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل، لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعليه بدنه لما ثبت عن ابن عباس في هذا، فيذبح كل منهما بدنه، بدنه عنه وبدنه عنها، ويحجان في السنة القادمة ويكملون هذا الحج وهو فاسد. وهنا مسألة، العبادات
من صلاة وصيام وزكاة. يجوز للإنسان إذا أداها نفلاً أن يقطعها ويتوقف فيها، إلا نافلة الحج والعمرة فيلزمه أن يتمها ولو فسدت، لعموم قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالإنسان إذا تلبس بالحج أو بالعمرة لا بد أن يتمها، إلا إذا أنه اشترط أن حابساً يحبسه وقد وقع الحابس فله أن يتحلل، وأما إذا لم يحصل الحابس فليس له أن يتحلل. قال: وإن كان الجماع بعد التحلل الأول ففيه شاه، ويصح الحج ويمضون في حجهم، يعني لو كان الجماع وقع بعدما رمى الجمرة وحلق شعره، أو بعدما رمى جمرة وطاف طواف الإفاضة، فحينئذ الحج صحيح، لكن عليه أن يذبح شاة وعليها أن تذبح شاة هي إذا كانت حاجة مثله. قال: وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه أن يتمها وعليه شاة. يعني لو أن الإنسان وقع منه الجماع بعدما أحرم بالعمرة وقبل الطواف أو قبل السعي، فعليه أن يتمها وعليه أن يأتي بعمرة أخرى قضاء لها من الميقات الذي أحرم منه في المرة الأولى، وعليه أن يذبح شاة. وأما إذا كان بعد الطواف والسعي وقبل الحلق فهذا يعتبر بعد التحلل الأول، فتصح منه تصح منه العمرة وعليه ذبح شاة. قال: ولا يفسد النسك بغيره، أي لا يفسد نسك الحج أو العمرة بشيء من محظورات الإحرام سوى الجماع. فالحج يصح مع وجود تلك المحظورات كلها، لكن عليه فداء بما ذكرناه سابقا ويأثم بها، ولكن الحج صحيح. وأما الجماع فإنه يفسد الحج ويفسد العمرة إذا كان قبل التحلل الأول. قال: والمرأة كالرجل في جميع محظورات الإحرام السابقة إلا مسألة المخيط، فإنها تلبس المخيط وإحرامها في وجهها، فلا يجوز لها أن تغطي وجهها، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. والمراد بهذا تغطية الوجه بالنقاب البرقع الذي يكون للعينين منه فتحات، وأما إذا كانت من محضر الرجال فإنها تغطي وجهها كاملا من دون نقاب، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. فهذه أمنا عائشة رضي الله عنها تصف حالها في حجة الوداع، وهو أنها إذا كان الرجال قريبين منها فإنها تغطي وجهها، وإذا تعدوا وابتعدوا كشفت وجهها. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله الفدية، قال: وهي على ضربين، أي أن الفدية الواجبة على من فعل محظورا من محظورات الإحرام قسمان: فدية على التخيير، بمعنى يخير من فعل المحظور في فعل أحد أمور ثلاثة: ذبح شاة
أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، وهي فدية الأذى واللبس والطيب. ففدية الأذى وهو ما يحتاج الإنسان معه إلى حلق شعره، مثل كعب بن عجرة ما مثلنا به في السابق، من أنه آذاه هوم رأسه احتاج إلى إزالة الشعر لأجل القضاء على هذه المؤذيات. والأمر الثاني هو لبس المخيط بالنسبة للرجل أو تغطية الرأس بالنسبة للرجل أو لبس القفازين بالنسبة للمرأة أو لبس النقاب بالنسبة للمرأة. هذه فيها الخيار بين أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. والأمر الثالث هو الطيب، استعمال الطيب على البدن أو على الملابس أثناء الإحرام. يخير الإنسان فيه بين الأمور الثلاثة: ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ولحديث كعب بن عجرة الذي سبق ذكره. قال: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. يعني لو أن إنساناً قتل صيداً وهو محرم أو في حرم مكة، فيجب عليه أن يخرج ما يشبه هذا الصيد الذي قتل من بهيمة الأنعام، أو يقوم هذا الشبيه بدراهم، ثم يشترى بهذه الدراهم طعاماً فيتصدق به على مساكين الحرم، فيعطي كل مسكين مدًا أو يصوم عن كل مدين من الطعام يوماً. وقد ورد تعيين بعض هذه الأشياء مما قومه به الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كما قال تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فلو أن إنسانا قتل ضبعا ففيه شاه، ولو قتل غزالا ففيه ماعز، ولو قتل أرنبا ففيه جفرة، وهكذا. قال: إلا الطائر فإن فيه قيمته، أي أنه يستثنى من الحكم السابق في الصيد ما إذا كان الصيد طيرا مثل العصافير والحباري ونحوها، فإنه فيه قيمته. إلا الحمامة ففيها شاة. الحمامة، نعم، هذا يسأل يقول: ما هي الجفرة؟ هي صغار الغنم، صغار الماعز، ففيها جفرة هي الصغير من المعز. والحبار نوع من الطيور أصغر من الحمامة، بري. يقول: الحمامة فيها شاة ليس فيها قيمتها، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكموا بها لأنها تشبه الشاة في طريقة شربها للماء، لأن كل منهما تعب الماء عبا،
قال النعامة فيها بدنة، يعني لو أن إنسان قتل النعامة فيلزمه بدنة، والبدنة هي الواحدة من الإبل. وقد قضى الصحابة رضي الله تعالى عنهم بذلك. قال ويخير بين إخراج المثل للصيد الذي قتل فيخرج ما يشبهه من بهيمة الأنعام، وبين تقويمه بطعام، بمعنى ينظر كم قيمة هذا المثل من النقود ثم يشتري بهذه النقود طعاما برا أو نحوه مما اعتاد الناس أكله، فيطعم كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يوما، لما جاء في الآية في قوله تعالى أو عدل ذلك صياما. قال النوع الثاني من أقسام الفدية هي على الترتيب، هدي التمتع والقران يلزم الإنسان المتمتع والقارن شاةً، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالمتمتع يلزمه ذبح شاة، والقارن يلزمه ذبح شاة. إذا كان لا يستطيع لا يجد قيمتها فإنه يصوم في الحج 3 أيام و7 إذا رجع إلى بلاده. وأما فدية الجماع فهي على الترتيب أيضا، فيجب على من جامع قبل التحلل الأول في الحج بدنة، فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع قياسا على عدم هدي التمتع والقران، وقياسا على من عدم الهدي من المتمتع والقارن، وكذلك على من عدم الهدي عند فوات الحج ممن أحصر عنه. قال وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة إذا أنزل دون الفرج، فإنه إذا لم يجد بدنة يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ومن حصل عليه فوات للحج يجب عليه أن يصوم كصيام من لم يجد هدي التمتع لثبوت ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فلو أن إنسانا فاته الحج وهو محرم بالحج فإنه يصوم 3 أيام، يحول حجه إلى عمره ويصوم 3 أيام و7 إذا رجع. كذلك الذي منع من وصول للحج وهو لم يشترط، كأن يمنعه عدو أو مرض أو ضياع نفقة أو نحو ذلك، فيلزمه دم إن لم يكن اشترط، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ويدخل في المحصر الإنسان الذي يحول دون وصوله للحرم مانع لا يستطيع التغلب عليه، فإن لم يجد المحصر دما يذبحه يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع والقران. قال المؤلف رحمه الله من كرر محظورا من جنس واحد غير قتل الصيد فكفارة واحدة، يعني الإنسان غطى رأسه اليوم في الصباح ثم غطى رأسه بعد الظهر ثم غطى رأسه بعد العصر ثم غطى رأسه بعرفة ثم غطى رأسه بمزدلفة
ثم غطى رأسه وهو يرمي. قال: إذا لم يكن أخرج فدية عند كل واحدة فيجزئه فدية واحدة، أما إذا لم يخرج عن هذه المخالفات كلها من جنس واحد لم يخرج عنها فدية فيجزئها فدية واحدة. أما لو أنه غطى رأسه بعرفة ثم فدى برئت ذمته، ثم غطى رأسه بمزدلفة نقول يلزم فدية ثانية، فدى برئت ذمته، ثم غطى رأسه وهو متجه للرمي نقول يلزم فدية ثالثة. ولو أنه لم يخرج عن هذه شيء كلها فإنه يلزمه فدية واحدة عن تغطيته لرأسه من جنس واحد. كذلك لو أن إنسانا تطيب بعرفة ثم تطيب بمزدلفة ثم تطيب قبل الرمي فإنه يلزمه فدية واحدة، ولو أنه فدى بعد كل واحدة يلزمه لكل واحدة فدية. وأما قتل الصيد فإنه يلزمه عن كل واحد من الصيد فدية، فلو قتل غزالا وحمامة وعصفور لزمه عن كل واحد منها فدية، ولو قتل ثلاث حمام فإنه يلزمه ثلاث فداء لأن كل واحدة لها كفارتها وفديتها. وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، فمن تطيب وغطى رأسه وجب عليه فدية لكل واحدة، فدية للطيب وفدية لتغطية الرأس. قال: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولقوله تعالى: عن جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة. كل هدي أو إطعام يكون لمساكين الحرم إلا فدية الأذى فيفرقها في الموضع الذي حصل فيه الأذى، وهدي المحصر ينحر في موضعه. هذه المسألة ينبغي أن ينتبه لها الناس. الهدي ينبغي أن يكون داخل حدود حرم مكة، فلو أن إنساناً ذبح هديه بعرفات لم يصح لأن عرفات خارج الحرم، ولو أن إنساناً ذبح هديه بالتنعيم فلا يصح لأن التنعيم خارج الحرم، فلا بد أن يكون داخل حدود الحرم كمزدلفة أو منى أو فجاج مكة، هذه كلها داخل الحرم. لا بد أن يكون الهدي والإطعام للحرم في هذه الأماكن. سؤال يعرض نفسه وهي أن بعض الناس يتسرع في نحر هدي التمتع والقران قبل يوم العيد، فقد يكون في يوم ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة من ذي الحجة ينحر هديه، نقول هذا لا يصح بالنسبة لهدي التمتع والقران، لا يجوز إلا بعد صلاة العيد في يوم النحر، ومن ذبح قبل صلاة العيد فلا يجزئه. وأما دم الجزاء بسبب فعل المحظور فيجوز في أي وقت، فلو أن إنسان ارتكب محظورا الآن وهو محرم فإنه يلزمه فدية له ويخرجها الآن، يذبح هديه الآن ولا شيء عليه. وأما لكن لابد أن يكون داخل الحرم، داخل حدود حرم مكة. وأما هدي التمتع والقران فهذا لابد أن يكون في يوم العيد وأيام التشريق، ولا يجوز
قبل ذلك. وأما فدية الأذى وفعل المحظور قبل ذلك فإنه له أن فدية الأذى إذا وقع منه أذى حلق شعره أو قلم أظافره وهو خارج مكة له أن يخرجها في ذلك المكان. قال وهدي المحصر ينحر في موضعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في الحديبية وهي خارج الحرم. قال وأما الصيام فيجزئه بكل مكان، يعني الصوم الواجب الذي بسبب فعل المحظور أو قتل الصيد فيصح في مكة وفي بلده، لكن ينبغي للإنسان المبادرة لإبراء ذمته على الفور. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن ييسر على الحجاج حجهم وأن يتقبله منهم، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.